السيدات والسادة، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة الوكالة المحلية، ونبدأها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يلتقي الطاقم الإداري لديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء. تدشين عمليات جراحية للحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى بالمكلة. مدينة المكلة تشهد فعالية اليوم العالمي للعصا البيضاء. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم تفاصيلها، أهلا بكم. التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بالمكلة الطاقم الإداري لديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء. وخلال اللقاء أكد الوكيل بن حبريش أهمية تبادل الزيارات بين كوادر ديوان السلطة المحلية والاستفادة من الخبرات الإدارية فيما يتعلق بالانضباط الوظيفي والارتقاء بمستوى الأداء بما يخدم المواطنين في المحافظة، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الطاقم الإداري لديوان الوادي والصحراء في تقديم الخدمات للمواطنين. بدورهم عبر موظفو ديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء عن شكرهم لوكيل أول حضرموت مثمنين الدور الريادي الذي يقوم به لخدمة المحافظة وأبنائها. التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العالي بالمكلة المدير العام لمديرية رخيا عزام بن غانم لمناقشة الأوضاع الخدمية والأمنية في المديرية. واطلع الوكيل بن حبريش على الاحتياجات الأساسية تتطلبها مديرية رخيا والإشكاليات والصعوبات لتواجه سير تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، مشيدا على أهمية الارتقاء بالعمل بما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية وتعزيز دعائم الأمن والسكينة العامة وخدمة المواطنين ومعالجة قضاياهم. أكد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش اهتمام السلطة المحلية بالرياضة والرياضيين والعمل على الارتقاء بالنشاط الرياضي. وخلال اللقاء مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت، اطلع الوكيل بن حبريش على أبرز الأنشطة الرياضية المقترحة، داعيا إلى الاهتمام بأنشطة الشباب والرياضيين والحفاظ على المنشآت الرياضية للأندية واستثمارها الأمثل لما يخدم الرياضة وتطويرها، وحث على وضع تصورات لتسهم في تحسين أوضاع الأندية الرياضية والعمل على توجيه إداراتها في إيجاد موارد ثابتة للأندية تسهم في تنشيط مختلف الألعاب الرياضية والبرامج الثقافية الشبابية. دشن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي بالمكلة العمليات الجراحية للحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى تمولها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفذها مؤسسة البصر العالمية. وتستهدف الحملة معاينة نحو 4900 حالة من مرضى العيون في مناطق المكلة وفوة وبروم ميفع وحجر وبويش وركب وأرياف المكلة، وإجراء 500 عملية جراحية متنوعة ما بين إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات باستخدام جهاز الفاكو الذي يعد من التقنيات الحديثة لإزالة المياه البيضاء بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة. وفي التدشين اطلع الوكيل العمودي على الخدمات التي سيقدمها للمرضى وتجهيزات غرف العمليات وأقسام الترقيد، مطمئنا على أحوال المرضى الذين ستجرى لهم العملية الجراحية بعد معاينتهم وفحصهم من قبل البعثة الطبية. دشنا صباح هذا اليوم في محافظة حضرموت في مدينة المكلة المخيم لجراحة مكافحة العمى في مؤسسة البصر العالمية أو مستشفى هيا عبر وتمويل خاص من مركز الملك سلمان. ليس غريب على المركز والقائمين على المركز وقوفهم مع محافظة حضرموت، وهم جزء شريك في عملية التنمية وعملية كانوا هم السباقون في عملية الإغاثة وتدخل الإغاثة في هذا المحافظة من بداية الأزمة. كانت عدة فعاليات صحية أخرى هي عمليات أو جراحة القلب المفتوح المخيمين، وفي الأسبوع القادم سوف تدشين كذلك المخيم الثالث، واليوم جراء عمليات أو عمليات خاصة بالعين لأكثر من تم معاينة أكثر من 5000 حالة في محافظة أو 6 مديريات في محافظة حضرموت، وتم تقرير حدود تدخل جراحي لأكثر من 500 عملية. نتيجة الظرف الاقتصادي التي تمر فيه البلاد وخاصة الوضع المعيشي لهذه المحافظة كان سبب في صعوبة لسفر أبناء هذه المحافظة الخارج لجراحة مثل هذه العمليات، ولكن المركز الملك سلمان كان له دور البارز في عملية التدخل. وفي مقامنا باسم السلطة المحلية نقدم جزيل الشكر والامتنان للحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وعلى مقامها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكذلك ولي عهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة والقائمين على مركز الملك سلمان، وخاصة الوفد والطاقم الذي حضر لإجراء مثل هذه العملية. نقدم جزيل الشكر والامتنان باسم محافظة حضرموت وأهل حضرموت والسلطة المحلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. نحن سعداء اليوم أن ندشن المخيم الجراحي لطب العيون في مستشفى هيئة طب العيون بمعية المهندس محمد أحمد العمودي وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، وكذلك الزملاء القيادات من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. في الحقيقة مثل هذه المخيمات تخفف كثيرا من معاناة المرضى، لا سيما وأن البلاد تمر بأزمة ولها وكذلك تأثيرات الحرب لا زالت تؤثر فيها، فبالتالي كان مثل هذه المخيمات وغيرها كانت فرصة لأن يتعالج كثير من ذوي الدخل المحدود في مثل هذه المخيمات. فلاحظنا فرحتهم اليوم على هذه المنحة التي تعطى من الملك سلمان. في الحقيقة سبق هذا الإجراء العمليات، سبق أن أجرى عمليات كشف وفرز للحالات في كثير من مراكز مكتب الصحة في بروم وفي طب الأسرة وفي بويش وفي المسنة لفرز الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أي عمليات. كشف هذا الفريق على ما لا يزيد عن 5000 حالة. اليوم دشنت العمليات لعدد 500 حالة في هذا المركز في هذا المستشفى. شكرنا حقيقة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على كل ما قدموه من دعم لهذا المخيم، وكذلك كل ما دعموه بمخيمات وفي جوانب أخرى. كذلك ننتظر أن تستمر هذه الدعومات وهذا الدعم تخفيفا لمعاناة المرضى. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بمعية مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين برزيق مدرستين للتعليم الأساسي في مناطق وأرياف مديرية مدينة الشحر، حيث تم افتتاح مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بمنطقة الدكاك أحد ضواحي الجهة الشرقية الريفية من مدينة الشحر، وتضم المدرسة 3 صفوف دراسية ومكتب للمعلمين مع ملحقاتها، وتحتوي على 3 شعب دراسية. كما تم افتتاح مدرسة أبي موسى الأشعري وهي أول صرح علمي جديد متكامل في منطقة طمنة بوادي خرد، والتي يصعب التنقل والوصول إليها نتيجة للطريق الوعرة والمتباعدة المسافة ويسكنها أبناء البادية. وتحتوي المدرسة على 3 فصول دراسية مع مكتب للمعلمين وملحقاته، وتضم شعبتين دراسيتين من تلاميذ وتلميذات من أبناء البادية. حذرت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت من اضطراب مداري قادم سيتبعه حالة مدارية عميقة أواخر 20 الشهر الجاري. وأكدت غرفة الأرصاد في منشور لها أن المحافظة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأجواء على بعض مناطق حضرموت والمهرة، مع تدفقات للسحاب الركامية ستشهدها مساء اليوم ويوم غد يرافقها أمطار متفرقة. شكلت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بالعاصمة عدن لجنة برئاسة الكابتن صالح سليم بن هيل للاطلاع على كافة التجهيزات والأعمال التي تمت في مطار ريان الدولي بحضرموت ومدى جاهزيته وإعادة تشغيل الحركة الجوية فيه. وقضى قرار الهيئة بتشكيل لجنة تتكون من 10 من الكوادر المختصة لإعداد الترتيبات النهائية لإعادة تشغيل المطار والرفع بالنتائج بصورة عاجلة. هذا ويذكر أن مطار ريان الدولي بمحافظة حضرموت ظل مغلقا 4 سنوات عقب الأحداث شهدتها المحافظة وسيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت. وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة إصلاح المطار وتجهيزه بكامل المعدات اللازمة لبدء تشين الرحلات الجوية فيه. وكان أبناء المحافظة يأملون في إبريل الماضي أن يفتتح رئيس الجمهورية المطار بعد أن أعلنت السلطة المحلية بالمحافظة عن جاهزية المطار. أقامت جمعية الضياء لرعاية وتأهيل المكفوفين فعالية اليوم العالمي للعصاء البيضاء بمدينة مكلا تحت شعار عكازتي هي نظارتي، وتحت إشراف السلطة المحلية بمديرية المكلا واللجنة الوطنية للمرأة، حيث تحركت الفعالية بمسيرة من مقر جمعية الضياء بالشرج وصولا إلى مركز النور ومن ثم إلى نادي متطوعون. وتهدف الفعالية إلى نشر الوعي بحقوق المكفوفين وتناقش العزل الاجتماعي الذي يتعرض إليه المكفوفين
ودمجهم مع أقرانهم المبصرين في مجتمع واحد، وتوعية المبصرين بحسن التعامل مع الأكفاء بشكل صحيح إلى جانب توعية المكفوفين باستخدام العصا وأهميتها، وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام. دشن بمديرية حجر تسليم مشروع شبكة مياه منطقة جزول بتمويل من منظمة اليونيسف ودعم من الاتحاد الأوروبي. ويستفيد من هذا المشروع 5 مناطق يبلغ عدد سكانها 20,000 نسمة، حيث كانوا يعانون من جلب المياه على ظهور الحمير لمسافات طويلة، وتم إيصال المياه الآمنة النظيفة إلى بيوتهم. وأوصى مدير مياه الريف بساحل حضرموت زاهر باخور ومدير عام مديرية حجر المحاومي أنور الشهد لأهالي المنطقة بضرورة التعاون مع بعضهم البعض والسعي للحفاظ على المشروع وإيجاد حافظة مالية تسهم في تطوير المشروع وصيانته مستقبلا. وأطاف الحضور بأجزاء المشروع للتأكد من وصوله إلى منازل المواطنين في عدد من قرى المنطقة، وشكر الأهالي الجهات الداعمة والمنفذة للمشروع معربين عن أملهم بامتداد هذه المشاريع للمناطق الأخرى في وادي حجر. تسلم صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت 4 سيارات نظافة لوحدة النظافة بمديرية سيئون بتمويل من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت. ويعمل صندوق النظافة في تحسين شوارع مديريات الوادي للارتقاء بمظهرها إلى الأفضل، وأوضح مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية سيئون عمر خباه بأن السيارات ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى العمل وتنفيذ خطط الصندوق بشكل جيد، داعيا الجميع إلى ضرورة التعاون مع عمال النظافة لعكس الصورة الحضارية والجمالية لمدينة سيئون وبقية مناطق الوادي وإظهارها بالمظهر اللائق والجميل. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. وكيل أول حضرموت يلتقي الطاقم الإداري لديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء. تدشين عمليات جراحية للحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى بالمكلا. مدينة المكلا تشهد فعالية اليوم العالمي للعصا البيضاء. ختام النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.